السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصطلح كده اسمه ليفل اوف ديفلوبمنت اللي هو LOD، عندنا 100 و200 و300 و350 و400 و500. الفرق بينهم كل واحدة فيهم بيبقى فيها معلومات أكتر. يعني احنا في الأول خالص عايزين نعرف هل الفكرة اللي في دماغ المصمم هي المالك موافق عليها، فبنعمل حاجة ما فيهاش تفاصيل كتيرة خالص. ما ان انت تقعد تقيس تجيب متر وتقول لا ده دي 20 سم، احنا عايزينها 25. العمود بقى محطوط ما بقاش مكتوب عليه السايز، ولا مطلوب منك ان انت تقعد تقيس، لا ده مطلوب بكرة نفسها هل انت موافق عليها ولا لا. فده الكونسبت ديزاين. بعد كده لما بيتم الموافقة عليه بنبدأ ناخد بقى مرحلة تانية، بيبقى سكيماتيك ديزاين، بيبقى فيه مقاسات، فيه معلومات أكتر. بعد كده ديتيل ديزاين، بنبدأ نحط معلومات أكتر، ده اللي ودي 300، وبقى فيه بقى سبيسيفيكيشن، بيبقى فيه بعد كده بقى خلاص في نقلة بقى بين المصمم والمقاول، فبيبقى اللي ودي 350 اللي هو كونستراكشن دوكيومنتيشن، بيبقى فيه معلومات أكتر، في بعض الحاجات تتركب ازاي وهكذا. بنبدأ نجهزها بحيث ان هدية زي شيب درون جلاس شعري. وبعد كده في اللي ودي 400، ده المفروض بقى كل التفاصيل، كل حاجة تركب ازاي. يعني لو انا عندي باب، الباب ده هيتركب ازاي؟ لو عندي شباك، الشباك ده هيتركب ازاي؟ اللي بين الشباك ده والحتة ده والاتنين هيتركبوا مع بعض ازاي؟ فبقى فيه تفصيل اكتر. اللي دي 500 بعد ما نخلص شغل خالص بنعمل اللوحة دي على اساس اثبت بقى ده اللي موجود فعلا، وده اللي المالك او المشغل الاوبريتور هيستعين بيها على اساس يعرف يدير المعلومات بتاعة المشروع.